أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا تحدثنا عن رجل في أمة أو رجل بألف، فأمثلة من أمثلة هذه المعاني تجدها في أناس لا يتسابقون على المراكز أو المناصب أو الاستحقاقات. ده التاريخ. أنا دائما أتحدث عن الحاج أبو عمار في بعض الدردشات مع الأخوة، أقول مثل هؤلاء الأشخاص الذين نراهم ويراهم المجتمع يدوبون في خدمته، وقد تفضل الأخوة قبلي، ولكن عندما تأتي الاستحقاقات نحن نبحث عن آخرين، لأنهم لا يبحثون عن هذه الاستحقاقات، لا نيابي إلى بلدي إلى مناصب أخرى. تراه يعمل ليس ليكون رصيدا، على أساس عندما تأتي استحقاقات يقول أنا هذه السيرة الذاتية وهذا موقع الاستحقاق. هناك كثير مثل أبو عمار، ولكن عندما ترى هذه الشخصيات وترى المعاناة تربطها بالدولة، وأن هل الدولة هي مساحة عمل فقط رسمي وشبه رسمي، أو هناك مساحات أكبر وفضاء أكبر؟ هناك طبعا في كل دولة مساحات للعطاء، ولكن عندما تكون الدولة تحتضن الجميع، حتى هذه المساحات البعيدة عنها توفر لها الحماية، توفر لها الاحتضان، لأنها جزء من مقومات بناء الدولة. الدولة الرسمية، المؤسسات الرسمية لا تستطيع أن تخدم الناس. يعني عندنا 75 أو أكثر الآن مؤسسة خيرية، صناديق خيرية كانت سابقاً، الآن جمعيات خيرية ما شابه، لأن في تكامل. لا نتحدث عن تقصيرات الدولة، ولكن نقول في كل المجتمعات في تكامل. نتيجة العمل هذا المضاف الذي لا يرتجى منه إلا رضا الله وخدمة المؤمنين، نتيجة شنو عند الدولة القمعية؟ نتيجة تشكيل قضايا أمنية لهؤلاء الناس الذين يساعدون الدولة ويخدمون الدولة ويسدون النقص في تغطية الدولة الرسمية إلى بعض المناطق. هم يستهدفونهم بالسجن لأن ناشط، وهذه الدولة لا تستطيع أن ترى إنسان ناشط في أي مجال دعوي، حقوقي، إنساني، خيري، ما شابه، تعتبره تهديد لأمن الدولة. لأن يجب على الناس أن يكونون يعني مقموعين، صامتين، يتأوهون ولا يصدرون التأوه، لأن في مراحل من المراحل يطلب منك أن لا تتأوه، لأن إذا تأوهت تزعج الدولة، تزعج الرسميين، فعليك أن تصمت وعليك أن لا تبث شكواك، لأن هذا خطر على أمن الدولة وتحريض على أمن الدولة. لذلك يعاقب هؤلاء، لأن في تركيبة هذا النظام السياسي ليس مبني على فصل سلطات، ولا تفضل أستاذ سيد هادي الموسوي. العقاب إذا كان عن طريق نتيجة جريمة معينة في القانون الوضعي، هناك نوعين من العقاب غير الإعدام إذا وصلت الحكم إلى إعدام: حبس، سجن حبس، أو غرامة. الحبس ما معنى تقييد الحرية بحيث أن هذا الشخص لا يستطيع أن يذهب أينما يريد ويكون في مكان محدد وله مساحة من التنزه أو التمشية أو يعني حقوقه فيه فقط، ليس أكثر ذلك. أما يدفع غرامة أو أن تحجز حرية فقط، ما موجود. مو بس فقط حجز حرية، ما موجود عقاب، انتقام، اضطهاد، سميه ما شئت، مضايقة، حرمان من العلاج، ما هذا كله
هذا كله خارج إطار العقوبة القانونية، هي حجز الحرية، الحبس هي حجز حرية. وفي بعض الدول بعد يخلون بعض الناس يحطونهم في يعني بيوت يحجزون حريتهم بحيث أنه ما يطلع برا بيته. وفي أشكال لحجز الحرية، ونرى في الدول التي تتقدم وفي الخليج كيف أن يحولون المؤسسات العقابية، يسمونها ما يسمونها بعد سجون، يسمونها مؤسسات عقابية وإصلاحية، وتشوف في مشاريع هذا يعني أعمال يدوية في تأهيل في دراسات. بل شاهدنا سمير القنطار أنه أخذ الدراسات عليا وهو في السجن. فهذا المنطق، منطق أين الدولة في تركيبتها؟ ماذا تعمل هذه المؤسسات؟ هل هي انتقام؟ هل هي عقاب؟ هل هي عقاب قانوني أو ما شابه؟ لا، نحن في مرحلة ما يسمى بدعوة للحوار، أن تكون جادة أو غير جادة. وطالبنا أيضا بتهيئة الأجواء، وقلنا أن ضرورة من ضرورات إذا كان هناك حوار جدي أن يكون هناك تهيئة الأجواء. تهيئة الأجواء واحد من مفردات تهيئة الأجواء التي قالت المعارضة وأيدت دول كثيرة للإفراج عن السجناء السياسيين، مثل هؤلاء الأشخاص، مثل الحاج أبو عمار وغير الرموز وما شابه، أستاذ نبيل رجب، عبد الهادي الإخواجة، المقدادين، المشايخ، الأساتذة، الشيخ المحفوظ، الدكتور علي العكري. ما هي القضايا؟ قضايا قتل؟ قضايا حرق؟ إرهاب؟ تفجير سيارات؟ لا، قضايا رأي، إسقاط النظام بالقوة قولا وكتابة. هاي بعد مفهوم جديد للقوة، القول والكتابة أصبح من القوة. أو التحريض على كراهية النظام، أو تجمهر، أو ما شابه. كل هذه قضايا تعتبر في القانون الدولي، في الإنساني، في كل المعايير هي قضايا رأي. إذا أردنا أن نهيئ الأجواء، الظلم، أقولها بكل معنى الكلمة، الظلم الذي وقع على مجموعة كبيرة من الناس أن يرتفع. تهيئة الأجواء ليس أن تكافئ أحد، يعني مو تعطي أحد شيء لا يستحقه. حاجة إلى ظلم وقع على أناس كثير أن ترفع هذا الظلم. مؤسسات كانت تعمل بغير القانون، بانحراف على القانون، ترجعها إلى القانون. هناك شكوى على أحد، يحقق في هذه الشكوى، إذا كان بريئا يفرج عنه. مو يصخون 45 يوم حجز احتياطي وبعد 45 يجدد إليه حتى خلاف القانون، أو 60 يوم لأن لازم توصم كل واحد في هاي المجتمع بالإرهاب والسجن. ويؤلم، يعني يؤلم، يعني واحد يفتخر أنه مناضل وما شابه في التسعين، في الثمانينات، التسعينات، 2000، بس لماذا هذا المنطق أن كل واحد لازم يقول أنا عايشت في السجن 3 سنوات و2 سنين، وكأن لازم نصور هذا المجتمع هو مجتمع مجرمين. هذه تحتاج، هذه فقط تصوير المجتمع وكأنما مجرمين، محرضين على الإرهاب، إرهابيين، مخربين. هذه فقط تحتاج إلى رد اعتبار وإصلاح. الآن تهيئة الأجواء نتحدث عن رفع الظلم. هناك من يقول لا للعفو ولا للحكومة المنتخبة ولا لم نصل بعد إلى مناقشة المطالب. نقول دولة تدعي أنها تلتزم بالقانون وسيادة القانون، نقول أن في أناس وقع عليهم ظلم، سجنوا، حوكموا، عذبوا. الآن في بحث في القضايا إساءة المعاملة، بس على أقل تقدير أن نوقف الظلم، أقل تقدير أن نوقف الظلم عن هؤلاء. فصلوا من مواقعهم، البعض عاد والبعض لم يعد. نقول وقف الظلم، ارجع إلى، ثم تقولون في المطالب السياسية نرجع لما قبل 14 فبراير هم يقولون، لكن في المسائل الحقوقية حتى مطلب أن نرجع في كمحطة أولى إلى ما قبل 14 فبراير، يعني من كان في وظيفة يرجع لوظيفته، هذا ممنوع. لكن أن
تتحدث عن تطوير النظام السياسي، إصلاح النظام السياسي، تغيير النظام السياسي إلى شيء يحفظ إنسانية الإنسان، هذا ممنوع. لازم أن نبقى على ما قبل 14 فبراير، منطق إنساني، منطق ذو مرجعية أو ذي مرجعية إسلامية دينية، يعني هذا الدين التي تعتقد به أنت يقول لك هذا الذي يجب عليك أن تتحرك فيه، إنسانيتك تقول لك هذا الذي يجب أن تتحرك فيه، وطنيتك لأن هؤلاء شركاؤك في الوطن هذا الذي عليك أن تتحرك فيه، قيمك التي تنتمي لها في عرقك، عربي غير عربي أنا ما أدري الآن، بس هذه قيمك اللي جاية من خلال طبيعة يعني تربيتك، ما هذا العقل؟ ظلم وقع على ناس يراد له أن يرتفع، بعدنا ما رحنا للحكومة المنتخبة، بس واحد مظلوم في السجن، حرام أن يطلع، يجب أن يبقى في العقاب، يحرم من العلاج، يحرم من أهله، يحرم من تعليمه. إذا كنا جادين فعلا في بناء الوطن، وهذا الخطاب للجميع، من يدعي أنه من الوطن وشريك في الوطن وأنه يحب الوطن، تعال قدم لي مشروع فعلا أنت صادق فيه أن هذا يجمع الكل، مو أنت تقول لي أنا وطني ولكن أرفض كل المطالب الشعبية وأرفض أن يرتفع الظلم عن الشعب وأرفض إلا أن يكون هناك انتقام، وبعد ذلك تقول لي أنا وطني، وبعدين بعد يمكن تقول إسلامي وتقول لي أفكار ما شابه. لا، تعالوا نرجع، إذا تبون نباعد الدين خلنا نباعد الدين عشان نحفظ الدين، لأن هذا فيه إساءة إلى الدين أن يتحدث أحد من منطق إسلامي ويقول لا نريد أن نرفع ظلم عن أحد. بعد تبوننا نقول بعد لا تتحجون من منطق إنساني، بعد ما ندري باش نروح ندور لنا بعد مفهوم ثاني عشان وإحنا نتفاوض، مثل ما قال الدكتور منصور الجمري الله يحفظه قبل كم من يوم موضوع التوافق، وإحنا نتفاوض لازم نفهم بعض ولازم نتحدث من أي منطق نتحدث، دين وقيم دينية، وناس تقول لا ما نبغى نتكلم في القيم الدينية فخلوها محفوظة عشان لا تشوه القيم الدينية، قيم إنسانية تعالوا نتفاهم على قيم إنسانية، نبحث أن هذا ظلم أو مو ظلم، نبحث أن هذا حق أو مو حق، قيم عالمية أو قيم بالية. احنا طبعا لا نستطيع أن نتفاوض أو نتحاور على قيم بالية وقيم لا إنسانية وقيم لا دينية وقيم لا حضارية، نحن فقط نستطيع أن نتحاور على قاعدة ومنطلقات قيم دينية وإنسانية وحضارية وشيء وطني يحفظ كل هذا الوطن. هناك ظلم وقع على أبي عمار وعلى كثير كما قال السيد، وعلى المغسولين وعلى المسحوبة جنسيتهم وعلى المضطهدين وعلى المميز ضدهم وعلى وعلى وعلى، هذه ليست مطالب إكسترا على قولة الإنجليز ولا زيادة، هذه حقوق أولية يجب أن تتحقق، وثم نخطو خطوات على أساس أن نصيغ النظام السياسي الذي يحفظ حقوق كل المواطنين، والحمد لله رب العالمين.